جينا كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك قرية والمدينة في مدني أو في حلفة في بورسودان وشندي كادقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا السلام عليكم السلام عليكم جميعا أخوانا نحن في قناة الشروق ورحب بالحضور الكريم برنامج مسرح في الهواء نحن بنطرح موضوع بنفتكر انه اي موضوع من كل المواضيع اللي قلناها او عملناها بنفتكر انه موضوع مهم وبهم الناس وبهم حياتهم ومعايشهم وكذا نحن الليله حنطرح موضوع بنفتكره من المواضيع المهمه جدا جدا لكن عشان ما نحكي عنه كثير خلينا نشوف الموضوع شنو حباب حباب كن حباب كن حباب حباب اقعدوا لي اقعدوا لي كده اقعدوا حباب حباب ولادات اقعدوا اقعدوا ادور احجيكم هاي بدور احجيكم هاي اقعدوا حجيتكم ما بجيتكم خير انجان وجان اها غير الليل العجان هاي اها يا ولاداتي ما دور حجيكم بي احمد ود النمير بتعرفوه هاي اها الرجل الشجاع الرجل الكلس يحليل الشجاعة ويحليل المروة الرجل الكلس الرجل بيشيل اكل ويمرق على الضيفان والرجل في اي شيء تلقى قدامي اها وفاطنة السمحة بتعرفوها هاي عندها اخوها قال لها قفلي عليك الباب سمحة فاطنة في غور في الحلة هنا بجيكي الا انا اقول لك انا اخوك البعشيك وبغديك حتى تفتحي الباب حبابا اخويا اسمه منو؟ اه اخويا اسمه منو؟ ايه اخويا انت بتعرفه ما قلت ليك اها اي الزمن ده اها قام قفلت الباب الغول سمع كلام اخوها جا قال ليها فاطمه انا اخوك البعشيك وبغديك قالت لي لا لا اخوي صوت الجرس النجار اخوي صوته ما زي صوتك اها الا الزمن ده ولادات الزمن ده بيحجوهن بيوروهن الكلام السميع بيونسوهن ما مقهي ساكت في الدهيات اللي بيسوون ديل في التلفزيون كده ها 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 اجق 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 الحاجات الجديده دي الا الحجه بتاعنا ده بيفهم اولادنا وبوريهن القيم حقتنا القديمه الغيم حقتنا السمحة ما كده يا جنا؟ ايوه انا زعلت علينا نلعب العبوا العبوا الفيت الفيت ويلين الفيت وبيلين الفيت الفيت وبيلين الفيت وبيلين وعين قبة قاعد البيت هيا يلا قوموا امشي يلا قوموا يلا امشي يلا امشي امشي كده يلا امشي امشي يلا طلع برا يلا طيب ورنا بلاش كلام فارغ معاهم ولادات ما عندكم أدب تلعبوا النهار كله لا كله تلعبوا النهار كله تلعبوا نحن ما نرتاح معاكم ولا كيف يعني
تنجا ضيف ساعة ولا ساعة نلقى ما في. قبلك يا ولدي قبلك وحدك. أشوف مالك بتنهره. ما بنهرهم كيف؟ ما أشوف واحدة نهره ليش شنو؟ ما أسوي لهم شنو يعني؟ هيا يابا. ها أرقص لهم عشرة بلدي يعني؟ أعصرهم عليك. أولادك أعصرهم عليك عشان توريهم الحنية. وريهم الحنية عشان يطلعوا خايبين ساكت؟ ها؟ لا لا بدون العين الحمراء عشان يبقوا ناس تمام ريال. لا 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 ما في عين حمراء سوت لها راجل. اه ما تدبيتها. شايفك انا شايفك. لا قال لا قال لا قال لا قال لا نوريهم العين الحمراء. هاي؟ العين الحمراء دي ما بعرفها صوت. اوي صوت لا صوت. قال ما معذبين. اه شفتهن. هاي مالهم؟ جروا منك اولادك يا ولدي. اعصرهم عليك واولادك ربيهم الربايه سمحه. لا من يجي ياكلوا اكلهم. ما تمرق تجري ورا العيش النهار كله جاري وما جايب خبر لاولاداتك. تمرق من الصباح تجي ليه بالليل. لا بتشوفه ولا بتعرف عليه. الولد بيحس بيك. اقعد احرزني يعني. كان نايم. كان نايم تجي كدس. كان نايم تسلم عليه وكدي في نومته. وتقول له وضحتك ليه يا الله. امشي واجي والقاك شديد. ما تمرق تجري ساكت في درب العيشه وتنهيك العيشه عن اولادك. العيشة تنهينا على أولادنا أنا أكلهم شنيع أنا أكلهم حجار. ما لازم أطلع أشتغل أجيب لهم القروج عشان يأكلوا. هاي رجال. هاي لكن يا ولدي المعاملة السمحة. المعاملة السمحة كيف يعني؟ قلنا بحين عليهم وبس بشفون يعني ولا كيف يعني؟ نمالو نمالو الحنية مي سمحة ولدي. لا الكبير سمحة ولا الصغير سمحة ولا كيف لنا الكلام ده يا جماعة؟ الحنية سمحة ولا مي سمحة؟ هيا ناس ناس. هوي حنية شنو سمحة؟ حنية لك حتى أسوي لهم كذا ورا قدام كذا بطلع لي في الويزي ده. طلع ثاني الواحد أقول له أعمل كذا يقول لك أعمل أسوي لك كذا. ما يسمع كلام بس على الجنيات بس عدل الواحد يعين في أبوه كذا والله زي تقول أخو صغير. لا 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 ما في أي احترام ولا في أي تقدير. لا لا والله. أبوك معك فهو قاعد ولا بقوم على حيله ولا بقول له أتفضل ولا بقول له أقعد أنت ولا بس بقى ما في احترام كله كله. الاولاد ياخذوا على راسهم ينجلدوا يدقوا عشان يمسكوا الدرب صح. قبلكم 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 ووحدكم. ده ما زمانكم ريتوا زمن كعب زمن النهير وزمن العداوه وزمن اللبي. معلومه ربونا الحمد لله هذا ما نفي مال الرجال. والله تربوك بالحنيه. والله خالاتك يشيلنك وحبوباتك يشيلنك وعماتك يشيلنك. هس دي العمات والخالات يدفروا كدي لغادي. اعوذ بالله. الحنيه دي حقت نسوان ساكت. احنا رجال احنا ما عندنا راجل بحن. احنا المراه تمشي لامه هناك تمشي لخالته تمشي لعمته تمشي لحبوبته بطريقته. احنا ديل الرجال ديل ما عندنا حنيه. والراجل ماله انا؟ اصل الراجل ما عنده قلب؟ ما عنده حنيه؟ الراجل بلا حنيه سوى شنو؟ لا الحنيه خلوها للمراه. الراجل طوالي لازم يكون ناشف يكون دغري يكون عينه حمراء. لا 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 ما يتعلم الترخم. لا 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 يا ولدي. لا لا يا ولدي. لا لا يا ولدي. ها؟ لا 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 يا ولدي. ولدك كان سويته بحس بيك. كان ساكت مديت له كوز مويه. كان مديت له بدل كسره كده في خشمه. كوز المويه انا اجيب له كوز المويه ولا اجيبه ليه هو؟ على كم شيء ما انقلبت انا. ها؟ كوز المويه يجيبه هو ولا يجيبه لي انا؟ ده كيف ده الكلام ده؟ كيف ده الكلام ده ماله؟ انت تديه وهو يديك عشان تعلمه المده. هاي هم شوفوا كده بيطلعوا لنا في راسنا. لا ما بيطلعوا. ما بيسمعوا كلام ثاني. ما بيطلعوا. ما بيسمعوا كلام. لا بيطلعوا يا ولد. والدق والعين الحمراء بتخلون يمشوا عديل. لا لا لا. هات اسم الله. والله الجلد كان يقوي قلبه عليك، أكان ينفروا منك، أكان يطفشوا منك، الطفشوا كتار والفاتوا كتار. ما ربون ما ربون. عدم ترباية. هاي نال الترباية ما بالشدة. عدم ترباية. الترباية باللين وبالكلمة السمحة وبالكلام السمح. والكلام اللين ما بالقوة. ربنا كذي ربنا تعال كذي ربنا كذي. لا 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 قف بعيد. ابوك هناك توقف بعيد. ماري والله توقف الليل توقف اي حاجة. احترام تقدير. لازم تخاف. كان ما خفت ما بتقدر تعمل حاجة. كان ما خفت ما بتنطلق ساعة على كيفك. ماري 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 ماري. يكون في محاذير. لازم يكون في خوف. لازم يكون في دق. لازم يكون في عين حمراء. لازم يكون في رجالة عشان بعد ذلك الولد لما يكبر يعتمد على نفسه ويكون زور راجل. ما يطلع حقه ويبقى يضينا ساكت. انا ولدي يطلع يضينا ولا ما اخليه يطلع يضينا. لا 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 يطلع يضينا كان كتله. ها؟ والله كان كتله. كيف انت كتله؟ يطلع يضينا ساي؟ انت الحنية يضينية؟ الحنية ما فيها يضينية يا ولدي. هوي. ما تخربوا علينا الاولاد. اخربوا كيف؟ شو هسه عنده؟ عنده ما بيسمع كلام طوالي جاب داري يقول طوالي. انا قلت لك الاولاد تديهم العين الحمراء. انا بديهم العين الحمراء ما في غيرها. والله انت كان دارك تديهم العين الحمراء ديها لكن انا بديهم الحنان وانا بديهم الامان. انا حبوبته ما بديهم العين الحمراء بعرفها. انا لسه فاضل لك النهار كله. طيب طيب طيب
طيب يغيروا في التلفزيون. ايوه مو فاضل لك الساعه الغلطه فاضل لي اذا خدام معاه حبوبه ثاني. والله هسه قلت له انا حجيكم جروا خلوني فاتوا جروا. احنا زمان نلعب وزمان عندنا حاجات سمحه هسه عميقه ما في اي حاجه. والله ما في يا ولدي. وراح احكي الا الاولاد ما دلعوا لي. ما بدلعوا. ما دلعوا لي يا مرقي. مركتة. عجيبه خلاص والله العظيم العجيب شنو؟ عجيبه يا اخي العجيب شنو؟ شنو العجيب شنو؟ العجيب شنو وريني تجيني يا اخي في البيت يا اخي انت وريني انا اربي اولادي كيف؟ لا لا ما لازم انت حسي ده منفعل من قبلك منفعل يا اخي منفعل ما تجي طق طق تقول بابا يعني خلاص ده تديني درس يعني انا ما قادر اربيهم يا اخي انت حسي ما تزعل صاير انا يا اخي مارق لهم من الصباح من الدغش بمرق القط لهم حق الاكل وحق الخدار وحق يعني يملوا بطنهم دي من الصباح شغال ثلاثه اعمال اجي امرق دغش هم ما بشوفوني اجي بالليل الساعه 12 تجي تقول لي يا اخي اولادك دي شوف لهم شوفوني يا اخي معاك شوفوا نديهم معاك كده انت ممكن تهدى لي حبه عشان حجمك ده ذاته ما حجم انفعال يا دول انفعال ما انفعال انفعال يا اخي ما انتوا بتخلونا انفعال يا اخي انتوا بتخلونا انفعال يا اخي انتوا والله بتخلونا انفعال انه نرجع في كده يا اخي بالعقل والله وبالمنطق انا داير اتكلم معاك ما اكثر من كده انت من قبلك سابقني يا اخي ده تقول شنو اخيرا كده ده تقول ايش انا ما فاهم بعدين لما تتكلم اتكلم بعيد يا اخي يا زول عليك الله بعد ما تقول سبع لوك على بدنك الكلام ده ينفع معي انت تقول وديته لي طيب انت حاسس من الصباح شغال تورور لي كويس وشغال تجيني كده ها تجيني كده اجيك يا اخي ده ما حل انا جاي في لمصلحتك لما جيت ودقيت بابك ده عشان اوريك انه يا اخي الفكره الحاجه دي اللي انا قريتها عنك دي ما صح يا اخي ما في تقرير بترفع يا اخي انا ما قاعد ارفع تقرير انا مهتم بامور كل الحله هنا يعني يا سلام ايوه انت خليهم يقولوا حشري خليهم يقولوا حشري هاي حشري ما قصدك حشري هاي ما دار لا اثنين ثلاث يلا دار اقول لك حاجه خليني انا حشري لكن شوف كلامي ده واسمعه اولادك ديل محتاجين انك تقعد معاهم ولو بعض الوقت من وين كيف الوقت من وين ياكلوا شنو؟ يشربوا شنو؟ انا جاري ثلاثة يا جماعة انا شغال بمش من الصباح شغال، امرق من الشغل ده اشتغل الثاني ده، امرق من ده اشتغل الثالث ده، يا اخي من وين وديه الوقت؟ ياكلوا شنو يا حبيبي؟ يا اخي اسمعني الاطفال ديل حسيت تلقاهم ما بيعرفوك ذاته طبعا ما بيعرفوني هاي ما بيعرفوك انا والله قبل كده جيت داخل شفتها؟ ايوه يد داخل يعني كان جاني صداع كده في الحقيقه قلت انا مش بدري جاك الصداع في الشغل ولا في البيت يا اخي بيت شنو يا اخي البيت انا قاعد اغني فيه اها جيت داخل البيت ايوه الشاب جاء فتح الباب اها رجع لامه قال يا امه عمي جاء نساني يا اخي انا بمرق ونايم بدخل ونايم قال لي امه عمي جاء ما لاقيني ايوه شفت الكلام ده كيف؟ يعني ممكن ينساك لكن اعمل شنو؟ ممكن ينساك وممكن بعد ذاك ما تشتغل بيه وانت كويس وامه تجنب تدلع فيه وكده بعدين يطلع لك في النهايه انطوائي ها؟ يطلع لك ما اجتماعي يعني انت لازم يعني تسوقه يا اخي وتفسحه يا اخي تغير له الجو ده شويه يا اخي تغير له الجو عشان تحسسه بانك انت ابوه يا اخي حسسه بانه انت ابوه وانه عنده زول قاعد يسمع كلامه لما انت تعمل له الحاجات الجميله بيسمع كلامك وده واجب عليك انت كاب يا اخي من المفترض تربي ولدك بالطريقه الصحيحه والطريقه السليمه يا اخي يا عاد قبل كده انا قلت له اسمع كلامي ايوه وجعان يعني انا اقني بشان اسمع كلامي وحجيه واوديه وافزعه وجعان ياكل من وين؟ جعان كيف يعني؟ انا ما بلقص الرزق بالمناسبة ده برضه جوع ها؟ ده ذاته جوع كيف؟ يعني ده جوع واخطر من الجوع ذاك ده جوع نفسي جوع بتخلق لك مشاكل اللي بعدين بتخلق لك مشاكل مع الولد ده لكن اعمل شنو انا لكن؟ اعمل شنو انا؟ تعمل انك تديه وقت من زمنك كويس؟ بالراحه ما تنفعل المره اللي فاتت جبت لك الكلام ده كله مكتوب في ورقه انت قمت شردتها قلت لي يعني بتستفزني ودايرني انا اعلم اولادي بالطريقه اللي انت بتعجبك لا ما كده دي حاجه متفق عليها كيف يعني اننا نراعيهم في فتره زي دي نشوفهم بيمشوا وين
نتبع اخبارهم بيقروا كيف؟ بيتعلموا كيف؟ بيمشوا المدرسه بيجوا البيت طوالي، بيمشوا الروضه بيجي البيت طوالي، بتاع الترحيل بيجيبوا ما بيجيبوا، دي كلها يا اخي انت المفروض تكون عارفها. ما بيجيبها ساهل الجنة صح؟ صحيح، لكن والله لكن الشغلانه دي صعبه خلاص يا اخي. لازم تخصص وقت من وقتك ده، الزمن اللي انت شغال فيه، انت شغال شنو؟ لحد الساعه 3 بتجي؟ وين اجي؟ أه؟ اجي وين؟ 3 بتكفيني؟ والله 3 ربع كيلو لحمه اجيب لك. طيب انت عندك الجمعه والسبت؟ يا اخي انا داير لي خضار، داير لي لحمه، داير لي دول البقوح، داير لي يعني شويه حق المويه، حق الكهرباء، حق الغاز. تقول لي لا يا اخي انت الساعه 3 كده وبتجي الموضوع انتهى؟ قال بسهوله دي والله. بعدين الموضوع ده قال بسهوله دي، بعدين لا ادفع لك يعني انا ادفع لك حق الحاجات دي. يا سلام. هاي يا اخي والله والله ربنا بيسالك منه، بيسالك منهم والله. الله عارف يا اخي انا اعمل شنو يا اخي. انا يا اخي انت لدرجه انك انت ما عارف الكبير ده جاي كم؟ عارفه من وين عاد كيف؟ لاقي وين ذاته انا؟ وريهم انك انت ابوهم يا اخي، تجي البيت زي الغريب. ولهم حنياته زايده كمان. قلت لها شنو انت؟ وانت الوداك، الوداك شنو انت ذاتك الوداك تمرق شنو انت؟ من البيت اصلا انت الوداك شنو يا يمه؟ مالك انت يا يمه كلامك كثير كذب يا اخي. سويته كعب. سويته كعب والله. سويت شنو انا؟ انت قبلك وحدك. سويت شنو؟ كده تعال اجي انا تعنز عليك، تعال جاي. تعال جاي. مالك ما مشيت المدرسة؟ طردوك ليش؟ نو ما دفعت حق الشهر ولا زي ولدنا اللي ابوه ابوه قال أنا. ولدك هي تضربين المسك كمان؟ انت انت قبلك انت اجينا قال لك انا عيان، قال لك يابا عندي حاجة قابضاني هنا. ما قال لي، ما قال لي، قال لك شفتك بعريد النهارده قلت له امشي يا ولد. انت ما قاعد تسمع ولدك داير يغيب من داير يغيب بس لا والله ما كان داير يغيب الولد عيان هسه كان ما ودينا الدكتور الفينا هو الولد ما كان راح فيها. اسمع ولدك يا ولدي وشوفوا داير شنو. ما بدا ما لازم كان ادالهم فرصه كمان بيطلعوا لنا في ناسنا يا يا بطلوا ده يطير. انت جنى ها جنى ما دفعوا لك القروش ولا ساكت مستهبل؟ ما دفعوا لك وسي هنا بيسوي في شنو؟ ها بيسوي في شنو؟ تلعب العب سنك تلعب هكذا هكذا هسه ده كان جلده ما كان مش عادل هسه ما ها ساي ها عشان اقول لك اقول لك ادونا العين الحمراء اقول لك ادونا العين الحمراء والولد هو ما قادر يتكلم يقول له يا ابوي انا عيان والله الولد عيان هسه ودينا الدكتور كان ما ودينا الدكتور الدكتور ما قال لك الولد هنا عنده عنده مغص عنده مغص هاي انت اقعد اسمع يا ولدي ولادك ديل اقعد اسمع كلامه شوفوا دايرين شنو عشان تعرف انت هو ذاته يصدقوك وانت تصدقون يا ولدي ما تنهارون ساكت في الهينه والقاسيه انا ما انا خايف كمان اقعد معاهم يعتبروها كده يعني مسكنه مني وعدم قدره على التربيه ويقولوا ابوي ده طير ساهي وممكن نغشه وممكن نستهبله وهم يطلعوا كلهم كده مطاميس. لا 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 الزمن ده بقى صعب كمان الزمن بقى اي لكن دي ما النوع دي ما التربيه الصحيحه يا ولدي دي ما التربيه هاي نربيهم كيفين الزمن هيا هيا احنا ما انا ما بقينا رجال هيا جاري ساكت كلامهم ما بتسمعوا المرضى ما بتعرفوا الشديد ما بتعرفوا اللي امتحن كيفين ما بتعرفوا ما تعرف اي حاجة جاري سأل يا انا اقول ده الولين ولا كيفين هاي يعني ومالو 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 قاعد اسوي في شنو؟ اللوم اللوم العيال والله كان باريت امك دي والله تبقى احسن زول كيف؟ والله تبقى احسن زول باري امك دي كلمه كلم ها ها الولد براو ما تكلم يا اخي ما قال انا عيان اسوي له شنو يعني؟ كيف تسوي له شنو يعني؟ ها؟ يعني مين اللي يقول لك انا عيان؟ لانك انت زول غاسي ما قال لي ما قال لي والله بس وقع وقع تقول له يقول لك انا عيان تلفي خويتك والله الدس مستهبلين بتكفي تويتا والله مرات مستهبلين انت قال شنو؟ مرات بقول له وين عيان بيعمل لي تمثيليه كده بقول له بيعمل لي بيركب لي وش كده هنا عيان وتلقى شديد ما عندي حبه بس ما داير يغيب ما داير يمشي المدرسه انت قال شنو؟ قبل كده ما غشاني عشان كده انا ما بصدقك لكن انت ما بتضرب ضرب غاسي يا اخي هاي الضرب 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 لا 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 قلت لك يا ولد ادفعهم قلت لك يا ولد ادفعهم عيب والله عيب اسمعني يا ابراهيم الكلام ده ما قاله ساكت هاي ابراهيم الضرب ينفعهم دي والعلم يرفعهم دي ما ساكت بشرك بشرك دي مش فين ها بيمشي وين هيا يا ولد عليك الله قال لي بشرك دي مش وين انا ما يعني انا ما تعبان اصلا ما حصل شفت بشرد دي لا انا ما تعبان فيه ما انا انا ما بدفع له حق المدرسه وبدفع له حق الترحيل وبدفع له حق القرايه وبشتري له كراسات وبشتري له كتب واتاني اسوي له شنو يا اخي اشتري له الكتب انت قايل لك دي خلاص دي الحاجات يعني
فهم الرسول فهم، انا ماشي اشوف الولد العيان ده عليك النبي، فهم الولد قدر ما تكلمت معاه ما انا فاهم معاه وفهمه يا اخوي ان شاء الله يفهم لي ان شاء الله يفهم لي ان شاء الله يفهم لي. لا قول لي شنو يعني، لا اسوي لي شنو يعني، ما يسوي لك اي حاجه انت هو اي حاجه يعني، ما يعني بها عليك الله ها بعد ما بقيت كبير كذب عشان ها يعني ده تسوي لي شنو يعني، انت قال لي حاجه هي دقي قال لك اي حاجه دقي يا اخي ده اسوي لي شنو يعني، دارني انا ولا بدقك عليك عليك الله ها عليك الله خلاص دقني عليك الله جيب الصوت ادبني بعد ما بقيت كبير كذا خلاص ادبني. لا 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 انت الاولاد ديل بتربيهم كيف؟ انا بربيهم بالراحه كده وريني. بالراحه وريني بالراحه انت خليك صاحبه وكان كبر ولدك خاويه دام صار مناسبه ما عندها معنى ما عندها معنى عندها معنى لما انت تشوفه شوف الولد الصو لا يمكن لا يمكن الولد يكون مخاوه بالنسبه لك اخوك ولدك يبقى اخوك كيف يعني؟ العين ما بتعلى على الحاجب يا اخي بيدزس منك تاني انت لما تكون غاسب بدزس منك بدزس لكن لما انت خاويه بيكون صادق معاك وبكون بيوريك اي حاجه واحسن تكون عارف مما احسن يدزس منك دزس مني ايوه دزس مني شنو كمان اي حاجه يدزس منك هاي لانه لو خاف بيخاف لو جاب لك سيره لاي موضوع انت بتدقه دقه عشان ما تعرف انه انا بدقه عشان والموضوع عشان شنو انا بدقه ليه انا صالحه ما له صالحه ها ما له صالحه ليه ضده انا ربي كيف تربي كيف بالراحه بالراحه اقعده في الواطه قول له الكلام ده غلط منك الكلام ده غلط منك ما بيسمع وكثيرين بالصوره دي شردوا ما بيسمع ولا ولد عمك ولا الحبه ها الا تجي الصوت طب فتي قوم طوال والله العظيم والله الصوت ده والله العظيم قوم اسا اقول له قوم يا ولد قوم صلي قوم يا ولد صلي انا قوم اتوضا الوقت جاء انا قوم اقرا عندك واجب قوم اكتبه انت الصوت ده وينه فتي قوم انت ليه تقول له قوم الله انت ليه تقول له قوم ها قول لي شنو؟ قول له وراح معاي وراح معاي وين هم يصلي؟ قول لا قول له راح نصلي قول له راح نصلي اها نصلي نمشي نصلي اها كويس اها نصلي سوا اها نصلي سوا القرايه برضه انا اقوم معاه برضه انا اقرا معاه منو؟ القرايه حقته دي الواجب حقه برضه انا كتبه معاه والله لو دعت لو دعت الظروف ولو دعت المساله والله اكتبه معاه والله اوريه اقول له بيصلوا كده وافهمه لا يعني انا عليك الله يعني انا هسه اقعد انا اقعد احنس انا اقعد ادوق انا اقعد اربي انا اقعد ادفع قروش المدرسه انا امشي اشتغل اجيب لهم قروش عشان يربون اكلون انا اسوي شنو طلع عشت انا يا اخي اسوي شنو انا يا اخي انت بمجرد ما ولدك يتكلم وبدا يتكلم انت طوال تتعاون معاه معاملة خلاص الزول العاقل خلاص بيتفاهم معاه المفروض يعمل كده والمفروض يعمل كده والمفروض يعمل كده يعني معاه زول كبير يعني يا اخي يعني ما في فرق بين الزول الصغير والزول الكبير في فريق الزول الكبير ربنا اداه مخ بيتصرف عين الزول الصغير ده ما عيفه زي ما طيب انت تصرف انت عايز ما زول كبير هاي الله ما اداك مخ اداني مخ طيب ما تتصرف يا اخو تريحنا يا اخي انا اتصرف انا جاهل يا اخي انا ما زول كبير لا يا اخي اتصرف 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 انا اختي جات شكت لي منك كم مره لكن سينو. بس ما دار اتكلم معاك انا قال شنو اللي هو انت معاملتك معاملتك الغاسيه دي معاملتي انا امشي دقه شكتها. امشي دقه عليك امشي دقه لا امشي دقه امشي امشي شكت لك قلت لك انا شكلتها ولا دقيتها انت بتدق الاولاد انا بدق الاولاد ايوه انا صغار دي مره كبيره انا بدق مالي مالا زول كبير بدق كيفين وزول كبير بدق بدق على شوف على صغار ديل بس طيب انت يا اخي شوف على صغار ديل فاهمين لك شنو يعني انا اربيهم كيف اربيهم اخوانا ما تفهمونا اربيهم كيف هنا اخوانا زول بالكلام ما بيجي انا اسوي له شنو ثاني الأخذ بيد الطفل ما بعنف في أفريقيا تحديدا والسودان تحديدا سوق العمل بتاع الأطفال منتشر يعني الليلة هسه مثلا هنا السوق المركزي عندنا ميات الأطفال بيشتغلوا في السوق المركزي في الخضار والدرداقات والكده ليه؟ لأنه ما لقوا بيئة صالحة داخل أسرهم أو المجتمع اللي حوالينهم عشان يطلعوا يواصلوا في دراستهم وكده في الحروب تحديدا كل الصراعات المسلحة داخل أفريقيا بتعتمد على الأطفال تعتمد على الاطفال احنا الليله اذا عملنا الطفل من هو صغير الطفل ده ما زي الـ زي الـ الـ النوى او زي البذره جدعناه في خطيناه في الليناية الصالحه الارض الصالحه عشان تقوم اذا ما رعيناه بالسماد الكويس وبالمويه الكويسه وكده بالتاكيد حيفلت مننا انت اذا عملته بعنف بالتاكيد حيفلت منك اتعامل معه بالحسنى وبالعقل انت قدوته اذا عملت معاه كده تاكد تماما انه حتلقى
يعني طفل ناجح وشاب ناجح ومستقبل زاهر، لكن تتعامل معه بعنف من 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 هو طفل عمر 5 سنين 7 سنين، حيدس منك وحيفلت منك وحتفضل الدوامة في المجتمع عامة كده. انت بتعامل بعنف، جارك بيعامل بعنف، الحي جنبك بيعامل بعنف، المدينة العايش فيها كلها بتعامل الأطفال بعنف، أكيد حيطلعوا منفلتين. التربية بتاعت البيت واجب وطني قبل المدارس والخلاوي، يعني الواحد من شاب على شيء شاب عليه. الواحد لما يلقى ابوه زهجان قايم من البيت بشكل مرسي زي ما بقول اخواننا هسي، دي حتبقى مشكله، حتخلق عنصريه في الطفل من الصغير، حتبقى له مشكله. وثاني نقله برنامج السلاح والضغوطات اللي بقولها كويس، يعني الراجل الليله لما يكون زهجان بيعكس صوره الشارع على ناس بيته، ونفس الشيء المره. ان الحقوق على الطفل هي حقوق مشروعه لكل اب وام في التربيه، يعني كل شيء عكسه هنا حاليا انه الابو يطلع من الصباح ويجي المساء ما يعرف اطفاله، دي مع من العمليه غلط، لانه الطفل في حوجه لحضن ابوه وامه، ما تتركه لامه حتى بعدين ما يطلع تقول له انت تربيت الام، فدي بتسبب اشكاليه كبيره جدا. لابد ان الابو يكون حاضر في البيت ويعرف تصرفات اولاده ويقدر يتعامل معاها بكل اسلوب، اذا جاء من المدرسه يشوف هو ادو شنو، اذا تركه ساكت كده بيمشي بيلعب وبياخذ هوايته، بيبقي انه هو يعني بيقول والله ما في زول مسؤول مني، ابوي ما يعني ما بيزاني، وقال اضربوه من 7 دي ما حاجه سهله يا جماعه، ده ما حديث اضربون هاي اضربون من 7 دي بس انت بس جيتني بس دي للصلاه بدك ده بس هاي دي للصلاه هاي يعني الضرب دي ما عاد للصلاه لانه احنا على دين الاسلام ودي فطره نعم يعني لابد ان احنا في يعني الفتره بتاع 7 سنين اذا كان ولدك طلع عاصي عليك وانت ما كنت فتره كله قاعد فيها على الام ما بتضربه لك لانه ما بصلي بعدين اذا ما صلى يا جماعه بعدين بيبقى لك مشكله كبيره جدا بعد 7 سنة هو بكون شنو في ما يعني اموره كلها مضبوطه وعارف انه ابوه ده كان علمه شنو وامه كان بتدي شنو وبالتالي بيمشي على المنهج. الطفل لو شاف مثلا والده بيشاجر مع زوجته نفس العمليه حيقوم الطفل على والده. نحن مما قمنا بالاسلام دي يعني بالفطره، يعني افتكر يعني اي مشاكل في البيت بين الزوج وزوجه ما تكون قدام الطفل، يعني اي نقاشات تكون بعيده. والتربيه دي يعني زي ما قلت لك شنو، أن الناس في البيت الطفل بيشوف هنا أخوانه سلوك أخوانه والأسرة، عشان كده نحن نحافظ على الطفل ده يعني من المشاكل حوالينا. وحتى أنت تراقبه في الشارع بيلعب مع منو، في المدرسة ايش عامله يعني، وتهتم به. أنا أتحدث لأولياء الأمور وآباء الأولاد فأقول لهم يعني اهتموا بالتربية، تربية الأولاد، فالإنسان وزارة التربية والتعليم، التربية أفضل من العلم. الإنسان لما يكون الطالب في البيت ابنك اهتم بتربيته فعلاً توجد فيه ثمرة وحاجة يعني سمحة جدا، فالإنسان لازم اهتم يدقه ويضربه عشان يكون محترم الولد، إما البنت يكون متربي هاي مع الدق هاي، فلازم يعني انت الحياة دي في حياة مهمة يعني تتكون في البيت، فلازم انت يكون تتحدث فيها يعني. اولاد ما عذبتوني، دي روضه شنو دي الروضه دي حتجنني انا يا اولاد، ما تكون انتوا كده بتكركوا كده يا ولد، زي من البيت دي والله العظيم يا سامي انا اكسرك، ماما ربى من البيت ده شنو ده الولد ده ماله يا بنت يا بنت، انا قلت لك شنو ما قلت لك شعرتك يا بنت هاي انت يا اخي يا الله يا اخي، التلفون ده ما مخليني انا استمتع بيه، التلفون ده اشتريته جالكسي جديد، الاولاد دي ما خلوني استمتع بيه، ما ممكن يا اخي يا اولاد النشيد قولوا النشيد، نحن جند الله، قولوا معي نحن جند الله جند الوطن، ان داء داعي الفداء لن نخن، نتحدى الموت عند المحن، نشتري المجد بأغلى ثمن، هذه أرض لنا فليعش سوداننا علما بين الأمم، يا بني السودان هذا رمزكم، يا
يحمل العبا ويحمي أرضكم. حلقي واجعني إن نادي الفراشة دي تليه ولا شوية تعبتها. يا سعدية سعدية تعال اقعدي مع الأولاد دي يقولوا لهم أي حاجة يا أخي. هنا أبوات دافع لها شنو؟ بالله العظيم ملالين بس ملالين ما مديني أي حاجة. يا سلام والله الرياضة الصحي صحي بيدفعوا فيها قروش. أنا كان عندي روضة كده في حتة كويسة. دل ما قاعدين يدفعوا لك قروش. لما لهم أولادهم من الشوارع وماسكاهم. حزبوني يا خلي. نخش الواتساب ده شوف لي شوية حاجة. والله ده حاجة عجيبة خلاص. يا 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 ولية. يا أستاذة. أيوة نعم. يا أخي هذا الولد ده أسدي. نازل بيت عارف لقيته وين؟ ها؟ أنا الولد ده لقيته في شارع الزلط. الولد منو؟ ولدي. ولدي جبت لك منطق له في عشان دخلت لك الروضة بدفع له قروش. أيوة. بدفع له حق ترحيل. أجي ألقاه في الشارع. الولد ده لقيته أسدي في الشارع. جنب العربية دارت تطق وجابوا لها ناس قولي يا أخي ما تمسك ولدك يا الله. يا أخي ما تمسك ولدك يا حاج معليش والله ضربوا لي تلفون قبل شوية قالوا لي جايينك ضيوف. قمت رسلت الفراشة قلت لها امشي جيب لي خضرة أورق الخضرة دي هنا وجهزها عشان أمشي البيت طوالي أطبخها. ولدك أظنه مرق ولدك ده لكن ولدك ده ما معذبني عذاب يا سلام. أيوة يا سلام بالله أنا جايبوا لك الروضة يا أخي عشان تعلميه عشان تربيه. الروضة ده أنا قلت أمان أمان للطفل أمان له ويتعلم فيها ويتربى فيها ويعني يعلمه الحياه الجيدة كلها. يعلموه الشجاعة يعلموه الكرم يعلموه التعليم. أجي ألقاه فكرني في الشارع تقول لي ولدك ده جنني جن ولدك ده جنني جن جنني جن يا ولية أرفع عليك قروش. داير أقول لك حاجة داير أقول لك حاجة. أول حاجة أنت عندك أربع عيال يا أخي نظموا يا أخي. ما عندك دخل. نظموا. ما عندك دخل. أربعة في الروضة. ما عندك دخل. المدرسة عندك فيها كم؟ إذا أربعة في الروضة يا زولها الحياة دي نظموها عشان تقدر تاكلون. أنت بتديني كم عشان تحاسبني يا أخي؟ أنت بدار قروش بس. تديني كم عشان تحاسبني؟ دار تلقى في دار قروش. دي روضة يا أخي. دي ده التعليم قبل المدرسة. أهم مرحلة. يعني بينشا فيها الطفل التعليم قبل المدرسه ده الاساس الاساسي. والله يا انا يا اخي ضمننا فيكم الصيغه يا اخي. والله مشيت اوريك خضره انا الواسطاب انا ضربوا لي انا مالي مالك يا اخي. ده شغلك ده شغلك يا اخي حرام عليك يا ما يا اخي ما حرام علي ولا اطفال كتار زاتوا عذبوني وجننوني. ما ممكن انت اول حاجه اقول لك حاجه جايب لي أربعة أنا شايلة ولك بثمانية اتنين شايلة لك هنا يا عافية لك اتنين مدقلة ولك مجان ساكن ما تحمد الله يا أخي. ما مجان والله قروش بديك لين دين والله ما شوية. قروش شنو والله ما شوية. كلها سبعين دافع لي 140 في أربعة أطفال يا جماعة. يا جماعة ما ممكن. يا أخي تجينا قروش والله جينا قروش والله شغلانية بس لا تعليم لا تربية خاطة. يا أخي ذا الباب بتاع الروضة فاتح. أشاف العربية ده تطقوا. ما دي سعدية دي أعمل لها شو سعدية ذاتها مالي مالي. سعدية ذاتها مرة تعبانة وشقيانة بالله العظيم لقيتها نايمة في الكرسي بعد ما تجي الروضة ده بديها تصور 100 جنيه أنا 100 جنيه. كلام يكون في القروش وتصور أديها 100 جنيه. فاتورة مجان بقرم لها من سندوتشات السفح حتة 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 أفطر سعدية دي أعمل لها شو يعني؟ أعمل لها أنا بقدر أجيب لها فطور. أسمعي أنا شكيت في الموضوع ده. كيف يعني؟ أنت فعلا مدينك تصديق كده بتاع تعليم قبل قبل المدرسة ده؟ أنت تصديق بتاع الروضة دي أجيبه لك؟ شهادة 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 شنو؟ شهادة شنو بس بعد حاسة قايلة بس حوش كذي بس ملوكة هيدا وخلاص يعني زريبة هيدا قايلة عندك شهادة بتاع التعليم قبل المدرسة؟ ما 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 عندي تصديق للروضة دي تصديق والله العظيم تصديق جايبة من المحلية ومن أي حتة بتاع الروضة دي. ده تصديق بونا. أها ده تصديق بونا. أيوة ما خلاص كفاية مالو أنا مالو تصديقي. أه؟ تصديقك بتاع لا 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 ما ما اقول لك حاجه اولادك بقريهم لك مجان ساكن. لا 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 انا بوصل والله. اه نعم. انا ينفع توصل وين؟ اوصل وين؟ اخلي اولادنا يطقوا العربات وبتاع ناي. لا 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 ما بحقق علي وتاري انا عارف كيفكم كده فاتحات لي الروضات وبتاع وناي. ما عندنا مناسبه تصديق ولا عندنا نحن ضامنين فيه ونفس مساجد. ما انا اقول لك حاجه انا متعلمه انا متعلم عندي انجليزي ذاتي بعرفه. يس اي نو يس اي نو يس اي نو. ايوه يا سلام. ايوه يس اي نو اي نو يس اي نو. دي بتعرفيها بعدين؟ بعرفها كيف. تعالي يا بتعرفيها. تعالي يا انا بوريك تعالي يا زول بوريك لي يا جماعه. الراجل ده بوديني في داهيه. ها احنا شنو انا الراجل ده مضيعني بقفل الروضه طب يقطع ايشي. احنا شنو يا جماعه انا يا اخوان انا اتصل اتصل بالزول ده عندي ود عمي في المحلية وفي في 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 مجلس الوزراء. أيوة أتصل به
الو ايوه محمد عثمان. محمد انت الروضه دي مش مشاركنا فيها يا اخي؟ جاني زول هنا فقري خلاص. والله صدق والله العظيم زي ما والله من جد نقول حق فقري انت. والله زي ما بقول لك والله تخيل كنت معاه. وانت انا كنت معاه بدينا. ايوه جاي انا جاي يا المره في حاله وضوع. المره في حاله وضوع و... انا قلت المره دي بتلف في العربيه قبل ما تصل. زوجتك زوجة محمد يا اخي. ايوه محمد جارنا. محمد ايوه طيب محمد قال لي تينا العربيه نمشي. محمد ابصلعه اي ابصلعه. ايوه قلت له يا محمد المره انت ما حاجز ليها انت. أيوة. ما وديتها من قبل مالك؟ قال لي لا المره الوجع جاء هسه يا اخي. ولا مجهزين حاجاتنا كلها اوراقنا جاهزه. ما كان يجيب لهم بوكس؟ ما كان ركبتهم طوال العربيه. والله انا خفت لله في العربيه لكن الحمد لله وصلنا. لكن انت عارف حاصل شنو؟ خش جوا الدايات هذول. الحمد لله وصلت دايات. الحمد لله اظن ما بعرفوا عندهم حاجه. قالوا لهم وراكم وينه؟ قالوا لي المره. قالت لهم يا اخوانا والله من ضايقه خلاص داير اهلي كذا. بعدين بجيب لكم الاوراق. الاوراق من اللخمه من اللخمه ما بعرف الملف عندنا ملف يا زول. الملف وينه؟ يطلعوا بيجوا يطلعوا فوق وينزلوا تحت. والمره قاعده متضايقه. المره تعبت خلو قص تعبت تعب شديد. بس في الطبيعه كذا قامت سنقرت فيها سنقرت كذا اجينا ملك. لا لا يا اخي والله ولدت وشنو انخلعت في المكتب. ايوه قامت الدكتورة قالت لها انزلي. قلت انزلي دي شارع بقع. لا لا يا اخي والله العظيم في المكتب. ايوه والله في المستشفى. المستشفى مع المكتب. المستشفى في غرفه في المستشفى. في المستشفى ذاتها. هو مش المستشفى. المستشفى دي ما فيها مكتب. لا ما فيها مكتب. مش المستشفى جوا محل الولاده. قلت لي ايوه محل الولاده. شافع وقع شيلك 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 هتلموا الناس بتاع هنا شالوه طوال. يلا جربوه ركبوه اسعاف ودوه مستشفى ثاني. الراجل المراه جاء جارنا قال ابدا هنا ده ما بخليها طوال. قام وداه مستشفى ثانيه. صدق والله يا اخي ما شو كشفوا. الحمد لله رب العالمين. الشافع طلع تمام 100% وامه طلعت 100% كل الكشوفات 100%. الحمد لله ربنا ما موجود يا اخي. والله يا هو الحمد لله الحمد لله. لكن ما كل مره بتسلم الجره. انت عارف المره دي ممكن كان يحصل لها شنو؟ اي والله كانت ممكن تحصل لها اشكالات كثيره جدا. اي والله ترقيده بالسنين كانت هي وجنا الاثنين يموتوا. اي والله العظيم. وهي ذاتها ما بتسلم منها. اي والله ما انا قلت لهم قلت للزول واحد دكتور كذي واقف برا قلت له يا اخي دي ما مره دارت تلد وعاين ده الطفل عليك المجوال. انا قريت مجله فيها هنا حقوق الطفل. ايوه قلت له وين حقوق الطفل هنا؟ هذول هاي قال لي هاي امشي بين حقوق الطفل. قال حقوق الطفل. انا بس والله ما قريتها كلها. كان قريتها كلها كان قلت له حقوق الطفل. قال شنو؟ حقوق الطفل. حقوق الطفل. اي والله انت قال حقوق الطفل ليش شنو؟ عليك اللي كلام. والله ما كلام. ما كلام. في حقوق طفل؟ لا في والله انت ما قريتها بس. والله ما في. والله ما في. خربانه من كبار يا اخي. والله خربانه من كبار يا اخي. دار خنقو لهم بس. ها؟ دار خنقو. ليه؟ حقوق الطفل ولا حقوق الطفل؟ ماما اعمل لك شنو؟ والله الا تكوري خلقني انا الامم المتحده. ما في حقوق ما في حقوق. ما في حقوق والله يا اخي. وخربانه من كبار يا اخي. والله ولا اشتغل بها الشغله. والله حسي اقول لك انا قريتها. والله ها؟ انا قريتها. هاي ماما حقوق الطفل الامم المتحده. والله قريتها يا اخي. الطفل ده هسه حقوقه في القنوات الفضائيه اللي احنا عاملين فيها مثقفين. وافتكر انه واعتقد انه وبعد ذاك المسائل اللي اننا لابد من انه تتكون بجهه محدده في سبيل اننا احنا المساحه للطفل في القنوات الفضائيه قدر خرمان الابره صغيره وفي قنوات محدوده. ده الاول حاجه لازم نمسك من فوق. تقول لي انا المستشفى وما المستشفى؟ هي لا ماذا حقوق الطفل الجنة ده نحن ظالم منه وحتى اسم الله الجنة ده قاعدين نظلمه مما بيمرق كذي صغير نحن ظالم منه. بلا حقوق طفل بلا روضة بتحت تقفلوها بلا هناي تقفل تقفل تقفل. انتوا بتعرفوا شو عن حقوق الطفل؟ شوفوا ديل ده عيني ده شوف ده وشوف ده وشوف ده ديل كله شغالين هنا في السوق. ديل ده شغالين في السوق. انتوا تعال يا ولد تعال انت شغال شنو هنا؟ تعال
تعال تعال شغال شنو هنا ها؟ شغال درداقة؟ ده يا جماعة ده بدل يكون في المدرسة وين المدرسة؟ بدل يكون في المدرسة اشتغل درداقة؟ درداقة يا جماعة يا قال لك معجز قال إجازة ما في إجازة خلينا ها ده أنت شغال شنو؟ ده شغال شنو هنا؟ ها؟ شغال شنو؟ درداقة ده يا جماعة ده درداقة عندك شوفوا ده يا جماعة شوفوا ده عليكم شغال شنو؟ شغال شنو؟ درداقة خليك يا جماعة درداقة؟ المدرسة كيف؟ تعال أيوة تليك أهو ده أهو ده الهندسة أهو ده المهندس ذاته شغال شنو؟ بقرا في خلوة أيوة قال شنو؟ بقرا في خلوة تقرا في خلوة جيت هنا ليه؟ دي خلوتهم دي خلوتهم دي خلوتهم دي خلوتهم دي خلوتهم دي خلوتهم خلوة جاي هنا كويس أنت كويس أها وأنت؟ دوس حط البطور يعني ها؟ هاي درداقة؟ شغال شنو؟ درداقة؟ بتدخل في اليوم كم؟ دخل في اليوم؟ ها؟ 10 جنيه حق بس وبتودي القروش وين؟ القروش بتوديها وين؟ والله باكل بيها فول حاجة تاكل بيها أنت بس؟ تاكل فول ب 10 جنيه؟ المدرسة خلينا ما ممكن يا أخي ما ممكن يا أخي قايل اللي بيشتغلوا درداقة ليه؟ عشان بيواجهوا نوعك ده وأنا؟ أيوه بيواجهوا نوعك ده أنت ليه كيف يعني؟ أنا عبد الله جا قال لي يا أخي الروضة دي فيها كذا 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 وعنده ولد وبيقرا هنا وجاك هنا صاحي كلام ده أيوة جاني ولد عبد الله جاني أيوة أيوة وجاك وكلمك وتكلم معاك ودي مسؤولياتك أنت والله هي ذاتها ما مسؤولة أنت يا أخي الطفل ده ما عنده حقوق أخوانا والله أقول لك حاجة أنا أطفالي أنا خرجتهم من الروضة هسي والله العظيم في ناس ماشيين على الجامعة بالله سيبكم يا أخي ده عندهم عندي والله جاب سايبر استيزان ورقة سايبر استيزان ما زمانك اهلنا زمان بيقول لك شنو يا ها؟ اهلنا زمان بيقول لك شنو؟ بيقول لك العقدة من خدرة يعني العقدة ها وهي خدرة وهي خدرة بتمسك ايوه بتمسك شديد ايوه يعني انا كما بقيت حريص عليه في الفترة دي تاني خلاص صح لو السعفة دي صح نشفت تاني ما بتربط صح بتتكسر وكان بليتها بتنشف تاني بتتكسر اي لكن الناس اللي يفهمون كيف انه الطفل ده عنده حقوق كيف يفهمون كيف ده دوري يا اخي ده دوري ده دوري انا ودورك انت ودور الاعلام ودور الصحفيين كلهم المفروض يكتبوا وينشروا عن الحاجه دي وانت والممثلين بتاعين المسرح ديل المفروض يعملوا مسرحيات للاطفال ها؟ أتمنى أزال والله كان جد عملت مسرحيات يوقفوك ويقول لك تفضل أقفل حياتك ده تفضل يا تقول لي حقوق مهضومة حتى الطفل ده مظلوم ظلم شديد خلاص كان كده تعرف يوم ذاك أنا لقيت واحد شافعي صغير كده بعين لك كده بعين للعربات كده في الزلط دارك تحت الزلط مسكته من يده كده بالله دارك قطع الزلط في زول هنا قال فيك يا زول هاي لا حول ولا قوة بقت ما في صيغة ذاته ما في صيغة ما في صيغه لانه احنا ذاتنا بقينا ما بقينا كيف ما عارف لكن اخوي والله بصراحه كده الزول ده معاه حق هسه على الاقل شوف الحوادث حقات الاغتصاب ديل الاطفال اللي بيغتصبون ديل اغتصاب واختطاف ولده كان بيتكلموا مسكته ساكت طبعا الطفل بيخاف ما بيفهم حاجه اهله كان عرفوا الزول لسه بسيط عن جاي انا اكلمك اهله كان عرفوا قالوا مسكته ساكت بدس بيقولوا ما ادري انا فضيحه شفت الكلام ده كيف؟ والله السكوت ده ذاته والله جريمه يعني معناتها ابو مروه انتهت منه الحاجات دي ابو مروه ده ما خلاص انت عسكر مسكت لك طفل ما بقول لا طوالي زمانك الناس كانت حنينه اي والله زمانك الحله ايوه بتربي كلها جماعيه والله ايوه والله لكن اقول لك حاجه كان وقعتها برضه بقيفوا معاك بقيفوا معاك والله لا في زول كان وقعتها ما في زول بقيف معاك وما في زول بنهريك شافع أيوة اقول لك نهره مالك نهره مالك خليه يلعب اي وقعوا فيها الكبار انا غلط اللي غلط مالك بيه هاي اي والله يعني بقت تسبب مشاكل أنا والله بصراحه كده والله انا كنت اقعد كده براي مع نفسي كده والله يبقى الجنه ده والطفل والله نحن زعلان منه والله مين ما يقع كذي اول حاجه كان جاب لك حاجه قال لك هاك شوف دي رسمتي تقول له انا مش كذب الرسمه بان انا دخلت عليه كمان رسام امشي بنفس الوقت انت ما فاهم انه الرسم ده ده زول مبدع ممكن يطلع زول فنان ماله انا ما بخليه يعبر ذاته كله بعدين بالنسبه لي عباره عن جهاز بتاع استقبال بس انا امشي هناك لكن ما بدي فرصه لكن انت كده بتحقق في رغبتك انت ده ما بتحقق في رغبته كيف لا انت ما شوفه هو رغبته في شنو يعني شوفه هو بشيل شنو هاي بيتعامل مع شنو من الحياه هاي
وزول المفروض. يعني المفروض تعرفه علمي ولا هذا بمين بدايته؟ لا ما ده انا ما معاك هاي، لكن احنا ما قاعدين نعمل كده. بس انا بقول لك شنو كلفته دي؟ كلفته ساكت وعاد اسم الله كلفته وجيله جايده ها خم صر. والله انا قريت، انا قريت والله. الطفل ده اول حاجه المفترض عنده حق يتعلم. لا بالمناسبه ده ما ده ما ده ما هبه، ده حق من حقوقه، ما هبه، ما حاجه بتديها له يعني هبه. لا 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 لا، حق يتعلم يتعالج يقرا ياكل يشرب يتربى كويس، ده كله حق بالمناسبه. احنا ما قاعدين ندي له يا اخي. احنا شوف على صغار ولا لا مش قادر يدونا الفضله. ايوه ما بنا ما بنحترمهم نجيب لهم اكلهم حقهم براهم سنتهم براهم. ما ما زول انت ما عاد زول، ما عاد زول لسه. أيوة. لسه لما نبقى زول. ايوه انا كبير. انت الزول ده في نظرك شنو؟ في نظرك شنو قول له؟ لا الزول ده لما نبقى خلاص كبير كذي وعنده هنا شنب ودقن ويسعد قالوا لك حلاوه حتى يبقى زول. ايوه الزول ده ما منها من زول. لا لا لا، احنا من الصغير ما بنشتغل به. هو صغير احنا ما بنشتغل به، هو ده شايف سايق عشان كده فاقد حقوق أيوة. كثيرة. أي تعال الطفل ده انت لما تطرده بيجي البيت هنا. لما نجي البيت هنا داك ابوه دفع له المقتدر داك، وده ابوه ما مقتدر. نعم ما يدفع له، انت تطرده ليه؟ انت ممكن تكتبها في ورقه بسيطه وتديها له والعمر بالراحه كده يجيبها. صح، عشان كده السبب بيخلي الطلبه ذاته يشوفها ما يمشوا المدارس وما يقروا ذاته. صح، هسه اغلبيه الناس هنا انت قلت لهم بتاع دردقات دل. والله ابهاتهم ما عندهم ذنب. الواحد بيجي من هناك من اهله بيجي جاري براه من غير هنا. هاي يسوي شنو؟ ابوه هناك مزارع مسكين. لكن ما التربيه، التربيه كيف؟ لكن هي مدارس هناك ما لكن ده ما مسؤول منه، مدارس ما مسؤول منه منه. طيب ابوه مسؤول منه. هاي. صح؟ طيب بس ابوه خلاه؟ لا ابوه ما خلاه، هو جا شارد من ابوه عشان يلقط رزق يرسل لابوه في الاسبوع يرسل له 50 جنيه، 50 جنيه بتعيشها كده هسه. اذا كان تحدثنا عن التربيه يا جماعه، التربيه دي ثلاثه اشياء، الأم والأب ثم المجتمع. يعني الطفل ده ما بربي أبوه براه ولا أمه براه، المجتمع عنده دور والدولة عندها دور والأب عنده دور والأم عندها دور. نسبة التربية عند الأم 70%، لأنه هي من صغير الطفل ده قاعد معاها، بتعرف هي بتربيه كيف، بتنهيها عن الشيء المنهي وبتوريه المأمور. اثنين، الأب ده بيمشي بلقط الرزق، بيمشي بيشتغل وبيجي، يعني ممكن وجوده في البيت يكون 10% أو 15%، فهو بجيب الأكل والشراب وبعد ذلك برضو عنده دور. الناحية الثانية جاء المجتمع. المجتمع ده أكبر مشكلة في الطفل، أكبر مشكلة في الطفل المجتمع. مجتمع سلوكه إن انحرفت الطفل براك ما بتقدر تربيه، لأنه لما يصل مرحلة الرشد أنت ما بتقدر تتحكم فوقه، بتقعده في البيت. ممكن هو مش هو صاحب ناس، الناس صاحبهم دول كلهم سيئين كويس. وإذا والناحية الثانية ضغط الأسري، إذا كان زول امتحن وسقط ما نجح بيفتكروا إنسان فاشل. فالتربية يا جماعة المجتمع عنده دور والدولة عندها دور. وزول كونه يدفع لولد 10 جنيه ما مشكلة، إذا كان أنا بلقى زول في المدرسة أستاذ بيربي تربية حقيقية كونه أدي 10 ولا أدي 20 يعني أقول أديتها 100 جنيه حافظ شنو ما مشكلة. لكن برضو في نقص من المعلمين، حتى المعلمين الواحد بيتخرج. التربية دي يا جماعة، التربية دي حاجة براها تعليم براه، والتعليم ده براه. في أستاذ بيكون أستاذ لكن في حد ذاته ما عارف للتربية حاجة. الانسان زي كام من نبات ما نشا على جناه واللوم راحت ولا براه، الدوله ما بتطر عليك. ايوه انت زي كام بتعمل فيه، وانت بتقوم الصبح تجي بالليل ما عارف الليل مشى مع منو، لعب مع منو، هم راحت مع منو، صح؟ ما يمكن. لكن زي كام انت بتدي قروش ما بتعد ما عملت حاجه، صح؟ ايوه. لكن زي كام انت بتعمل فيه، تجي بتفكه في السوق، بتدي له درداقه، بتدي له اكياس، يلقى عمه ما يحترمه، يلقى الثاني ما يحترمه، صح؟ يدي البنيه، يدي الشلو، تقول انت ابوي يا اخي، انا ابوي ما سعل مني. في ظاهريه جديده في المجتمع، وعندنا بالذات في الاسواق، انا شغال في السوق، والله الواحد بيشيل الشوال بيشيل 3 كراتين وزنهم ما اقل من 75 90 كيلو، يشيل جره الدرداق انت ذاتك المشيله، والله يدخل في ظفره. بغض النظر عن كده بيجوا الساعه 2:30 3، اين المربي؟ فاذا هذا الطفل ده ما ضغطته ظروف ما كان جاء. التربية بتاعت الأطفال دي مزولات منها الأمهات، الأم هي المزولة، لأنه الأب ده شغال عشان يوفر وياكل، لكن الأم هي المزولة من التربية بتاعت الأطفال، لأنه الأم هي القاعدة في البيت. الليلة الولد ده كان حصل له حاجة ولا ما قاعد يسمع كلامه، أنت الأب ده لما تجي تتكلم معاك تقول لك الولد ده حاصل له ولا فعلته ولا تركته، أنت تاني بتقدر تقوم بتتابعه، لكن الأم تلقاها
انت مخليها هي برضه ما ارجع شغاله. الضغوط بتخلي الامهات كلهم يشتغلوا والاب يشتغل والام تشتغل كل عشان يوفروا للطفل ده. الطفل ده انا من ما يلقى زول في راسه بيمرق. انا الليله ابوي شغال وامي شغال وما موفر لي اعمل شنو؟ بمرق بشتغل. احنا كلنا في المجتمع يا جماعه عندنا دور لازم نقوم به. احنا دورنا الاول التربيه تقوم من جوا البيت قبل تطلع الشارع. الشارع معروف فيه تربيه سيئه فيه التربيه الحسنه، لكن كلنا غايدين. هي زول يكون مسؤول عن نفسه. الليله انا ولدي بعد اهتم به في البيت بجد وانا يلقاني على غضوه بجد على منهج صحيح بيتبعني مهما كان. لكن احنا كلنا نقصنا الحاجه دي من عين نعاين للمجتمع ده. اي واحد داير احصل على المال اجني المال في النهايه عجز الناس الكبار بيجوا يتحملوها الصغار. يا جماعه شوفوا على الصغار احنا قاعدين نشوفهم ديل ضحايا من منه؟ ضحايا من البيت ما من المجتمع الشارع. البيت هم اضطروا منه او طلعوا منهم بكلمه بسيطه طلعوا عشان يساعد امه يساعد ابوه. في تقصير من الكبار قبل الصغار يا جماعه. نحن ما نلغي الظلم كله نخطه على شفع الصغار.